السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة مع المش جيمر عبد اللطيف. معانا برضو كول اوف ديوتي ولسه مكملين في الستوري بتاعتنا فيها، فيعني اتمنى تكون الحلقات اللي فاتت عجباكم، واتمنى الحلقة دي كمان تنال اعجاب سيادتكم. احنا مش عارفين لسه المهم اللي احنا نلعبها تكون فين، فخلينا نبدأ. ولكن بعد الانترو فتأكد انك عامل لايك للحلقة، اللايك مهم جدا، يعني ملاحظ ان في ناس كتيرة قوي بتتفرج وهي مش عاملة لايك، وناس كتيرة برضو بتتفرج وهم مش مشتركين في القناة او مش مفعلين التنبيهات. كل الاناليتكس دي بتكون عندي، فتأكدوا ان انتم مفعلين التنبيهات وعاملين لايك للحلقات دي، لان الحاجات ديت مهمة جدا وبتنفع جدا القناة. عايزين القناة تعدي ال 10,000 سبسكرايبر بقى، فيعني خلونا ندخل على الجيم بتاعتنا بعد الانترو. كابتن برايس، سيرجنت ووترز، واحنا واضح ان احنا رايحين للبتاع اللي هناك دي، المركبة دي. الدنيا هادي الجو هادي خالص، والدنيا هوس هوس، وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي، ونجوم الليل وبس. الجو هادي خالص خالص خالص. يا جماعه شفره، بص بقى الانوار والكشافات ديت يعملوا ايه. شفر، لو انت ما ردتش عليهم بنفس الطريقه هيقوموا مضربينك على طول، او مش بنفس الطريقه يعني. هو بيقول لك الو، فانت بتقول له ايوه، كلمه سريه سبانخ كده يعني. فاحنا كنا لهم سبانخ. كابتن برايس ان شاء الله يعني. Evans, you and I will need to get below decks and find the armory before we can cripple the engines. Stick with me, and unless your German's improved, let me handle the talking. Waters, you stay here. Be ready to leave at a moment's notice. تمام. مطلوب ان احنا نخلص على السفينه دي بكل اللي عليها، وفي كام انجن كده المفروض ان احنا هنعطله، يعني حاجات كده يعني كويسه يعني. فروق كابتن برايس هيتفضل. ايه الحلاوه دي؟ ميدل اوف اونر كان فيها برضو مهمات زي دي، بس كنت بتتحرك بالراحة يعني، كنت تدوس شيفت تتحرك بالراحة. بيبرز، may I see your papers please. Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dörfer. كابتن شميت اللي بيسأل عليه دوت، اللي احنا كنا لسه رامينه في البحر يعني. يلا كابتن برايس. اوكي، ده شيبس ارمري. طبعا مهمة هادية خالص في قلب البحر اصلا يعني، وفي وسط المانيا يعني. تخيل بقى اتنين داخلين في عش الايه بالظبط كده، يعني مش ولا سلاح ولا اي حاجة، مينفعش تضرب، مينفعش تعمل اي حاجة، انت كده داخل بسرية تامة. والراجل بتاعك برضو يعني مظبط الاداء وبيتكلم الماني ومعاه ورق ومعاه الدنيا تمام. طيب المفروض ننزل تحت، فعشان تنزل تحت لازم تطلع ايه فوق. في اتنين ماشي، في حد تاني اكيد، في ناس كتير يعني. احنا بنتكلم على سفينة يا جماعة، مش حاجة بسيطة. خش يا كابتن، يا كابيتانو. يلا يا استاذ برايس، كابتن برايس. السلم القايم ده، انا مرة بالمناسبة مرة كنت في امتحان، كان اسمه انشاء معماري تقريبا. ما تنزل يا كابتن، ولا المفروض انا انزل؟ اهو، كان اسمه انشاء معماري.
عملت السلم طالع لتحت، يعني عملت السلم بالسالب، هو المفروض كان سلم ايه طالع لفوق، فانا عملته بالسالب فنازل لتحت. تقول لي بقى عملت ايه في الحالة دي؟ عادي جدا، خليت السالب موجب يعني صباح الفل. بس مش عارف، كان هو المفروض اصلا يطلع للدور التاني، فانا عملته 5 درجات بس تقريبا. تقول لي عملت ايه؟ قمت حاطط واحد جنب الخمسة، خليت 15 درجة. بتحصل برضه. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Hallo? Grab a weapon and explosives, quick! The ship's boilers line these passageways. Place your charges as we go. بدأنا. This place will be crawling with crops. تقرا بقى كابتن برسالة، تعرف انا عملت ايه عشان اطلعه؟ انت فين يا عم برايس؟ طيب اكمل انا يعني. ماشي، مفيش اي مشكلة، هو بيتعامل ورا وانا المفروض اني اكمل. تعالى يا عم. والله الالمان تحس ان هما شياكة كده، العيال متأيفة متظبطين يعني. يا ابني موت بقى. ده ايه برايس ده؟ ده برايس ولا مين؟ اه صح. خدت بالي من الورق، قلت يبقى برايس على طول، بس مطلعش برايس. يلهوي جريني. المفروض اطلع. طيب المفروض الواحد هنا يسمع كويس. اللي بيتحرك على الخشب هتسمع صوت حركة على الخشب، اللي بيتحرك على الحديد فهو أكيد ما بيتحركش على الخشب فهو بعيد. معلش شباب. يا لهوي انا كده خلاص هموت دلوقتي. يلا ما كانت اي طلقة هتموتني يعني، انا اتغبيت برضو شوية. طيب ترتيب كده، احنا عايزين امو، احنا معانا امو. تعال انت من فوق كده. حد فوق تاني. يلا هو على النشا.
تعال انت اطلع هنا، اطلع اطلع يلا. اوبا في هلسة. خدها بسرعة. في هلسة كمان. والله كويس. ايه الكرم ده؟ لازم تكون متوقع حاجة زي كده. ايه؟ خد بس خش بسرعة تاني. ايه اللي حصل ده؟ ايه فايت ازاي؟ مش ضربك يا عم انت؟ منين ضرب النار ده؟ المهم ورا اصلا، بس المشكلة بقى يعني هي فوق بقى ولا تحت ولا ايه؟ سوريزا انتي مش عارف ايه رادار. يبقى هي فوق، نطلع كده فوق ونشوف. I hate these missions. عشان نعمل حاجة لازم نلف حوالين نفسنا يعني. تعالى هنا هنخش تاني، هنعمل ايه طيب يعني؟ هنا اهو كده 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 وبعدين كده كده تاني اهو ناس. طيب نطلع فوق. واحد اتنين
خد يلا هنا. فينو ده؟ ها خلنا البيبرز نعمل ايه بقى؟ ريتيرن تو سنجر ووترز سيرجنت ووترز. طيب خلصنا المهمة يعني. طب والله كويس، احتبلنا قوات اكيد يعني. لا هيسيبونا كده بتهيألي، انا مفنش عليهم يعني، مش مظنش هيبقى في حد كتير. واحنا ليه ما ينفعش ننط فوق الحاجات دي؟ ليه اللي فضل نازلين على السلالم كده؟ اه تمام، حشيش تمام، السفينة تمام. اه يا باشا السفينة خلصنا على كل الناس اللي فيها. طب هو فين اسمه ايه؟ فين استاذ برايس؟ عم برايس راح فين؟ عم برايس يا راجل، ايه ده؟ مات برايس. طب خش لي كده على اللي بعدها، ده ميشن جديده ولا ايه؟ اه ده هتبقى ميشن جديده. طيب ماشي ماشي ماشي، مش مش مشكله، احنا كده خلصنا المهمه بتاعتنا. اتاكد انك عامل لايك مشارك في القناه وفعل التنبيهات. اه الحلقه سريعه، اه ما هي عشان كانت حاجه بسيطه يعني، احنا بس رحنا كده ايه، قفلنا لنا على كام مدمره على كده يعني، بوظنا كام رادار على مش عارف ايه يعني، حاجات بسيطه يعني، حاجات يعرف اي جندي يعملها، مش عارف كانوا لازم انا اللي اروح ليه. المهم ان احنا دلوقتي هنحارب بقى في السوفييت يونيون، الاتحاد السوفيتي. فاتاكد انك عامل لايك مشارك في القناه وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات الجايه اول باول، واشوفك على خير في الحلقه الجايه. سلام.